انطلقت فعاليات الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب والذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب. يشارك في الدورة الحالية للمعرض ما يقرب من 63 ناشرا ما بين دور نشر خاصة ومؤسسات صحفية وقطاعات معنية بالنشر تابعة لوزارة الثقافة. بمشاركة أكثر من 60 ناشراً انطلقت فعاليات الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب. المعرض يضم أقساماً متعددة تجمع مختلف تصنيفات الكتابة بما يساهم في نشر المعرفة لدى كافة الفئات العمرية للمواطنين. كل سنة في التوقيت دوت وزارة الثقافة بتشرفنا بمعرض الكتاب اللي هو موجود في محافظة بورسعيد في نفس التوقيت. ده أدى إلى أن احنا أهالينا بيستنوا في التوقيت دوت المعرض. ده بالإضافة النهاردة في أكثر من 63 دار نشر موجودين. معرض بورسعيد مش بس سوق للكتاب، مش بس معرض للكتاب، لكن كمان يصاحبه مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، مجموعة من الندوات المتميزة لكتاب ومفكرين وأدباء من بورسعيد، وأيضا من الكتاب المصريين بشكل عام من مختلف محافظات مصر. المعرض الذي يفتح أبوابه يوميا للجمهور من الرابعة عصرا حتى الواحدة صباحا جذب الكثير من المواطنين خلال يومه الأول، ويعد المعرض كرنفالا ينتظره سنويا المواطنون ببورسعيد لما يصاحبه من برنامج ثقافي وفني ونشاط للطفل يستمر على مدار أيام المعرض، كما يتضمن مبادرة الثقافة والفن للجميع التي تشمل مئات العناوين القيمة من إصدارات الهيئة والتي تتراوح أسعارها من جنيه واحد وصولا إلى 20 جنيها. المعرض بيضم دور نشر متعددة في كتب كتيرة جدا، وسعيدة أكتر بميعاد المعرض. معرض بورسعيد هنا بقى فرصة إن هو في نص السيزون بالظبط، هو يعتبر شهر 7 معرض القاهرة في شهر 1، فرق بينهم 6 شهور. طبعا أنا عندي لستة، بيبقى عندي دايما لستة بالكتب اللي أنا عايز أشتريها وعايز أجيبها. الحقيقة معرض بورسعيد مميز جدا، لأن يعني البرنامج بتاعه مش بس بيسيبوا الناشرين أو الكتب كده بس، لا ده بيعملوا فعاليات وكمان حاطين المعرض في مكان حيوي. هي إذن فعالية هامة ينتظرها المواطنون في محافظة بورسعيد للاستمتاع بالفعاليات الثقافية والإصدارات الحديثة من الكتب.